هو مرحبا الساعة، ويلكم تو خليل جيمنج وسيتي سكاي لاين، المدن الخضراء. طبعا سوينا آخر مرة محطة الباصات النظيفة الخضراء كهرباء، بس وين الباصات؟ وين الباصات؟ وين الباصات؟ اليوم لازم نكبر المدينة، لكن عندي بلان بنمشي عليه عقب. نبى شوي خدمات وشوي نكبر المدينة ونوصل للبحر. أبى أسوي بيت على البحر، وأبى أسوي سفينة. يعني معناه اصلا هاي الارض هاي من الحين خلونا هاي كم 20,000 كانت 2400 حسبت 24,000 اشترينا. زين ابى اسوي هني امتداد والنيب للمكان هذا. شو لحظه 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 اذا هذا التلوث هني ماشي اوكي، والماي ما هناك بشله ما اعرف. المهم ابى اشوف الباصات وين. خلونا نشوف الباصات. انا كل ما بشوف الباصات، هاي محطه باصات. وين باص؟ وين الباص؟ اها هذا الباص، بايو فيول باص. شهر اربعة بس؟ شو الفايدة منك عيل؟ شو الفايدة منك؟ والله انه لك تشلب. عندنا نقدر نسوي فيري. الفيري سمول ستوب ذات فيتس كانال ايزلي. ما نبا فيري بير، ما نبا. انا ابو هايل وال 32,000 ما با. خلاص ما با ما با. بغير خطة الحين. بس خلونا نمد المدينة، خلونا نمد المدينة دام اننا نحن موجودين وعندنا هني وعندنا فلوس. شوفوا هذا خط سيدة حول المدينة، تحدون يوم مدينة الخط. زين والنيب هذا هني، هذا من هني. اشوف البيوت راح تنبني ما راح تنبني. ان شاء الله تنبني. شوف هاي البيوت. يا الله على بيت البحر، يا الله على بيت البحر محلاهن. انا اسف، انت 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 كنت ساكن هني، انت الحين مش ساكن هني. انا اسف، انت ما راح تسكن هني خلاص. انزين وما نبي زحمة. بيوت بعدنا ترى، بعدنا ياسين نبني البيوت الصغيرة على فكرة. يعني لحظة خلينا اغير التون. بعدنا قاعدين نبني البيوت الصغيرة، ترى مش بيوت كبيرة، فما نحتاج امد خط اساسي. عندهم خط اساسي كبير، ما بمد لهم خط ثاني، خلهم برايهم. بسوي خطوط، بسوي خط في نص المدينة هذا على اساس التوزيع. زين وبنسوي مربعات. طبعا ليش نسوي مربعات؟ لان هدفنا بنقص التقاطعات، بسويها شوي عشوائيه. ليش مليت من هذا نفس التقاطع كلهم؟ لا لا، هذا بخليه ديد اند. بيوت هني لازم يرد يطلع من هني، يرد يدخل الشارع هذا اذا يبي يروح مكان، وإذا بيرجع لفوق يقدر يرجع لفوق. بس الحين اللي بيرجع لهالمدينة لازم يكون عنده شارع. بس هذا هاي شارع رئيسي ينصب، فشو بسوي؟ بسوي شيء يناسب الحجم، يعني الناس الداشة واللي طالعة من نص المدينة هني، لأن اوريدي في تقاطع عندنا. بس كان التقاطع على ثلاث شوارع ترى، على فكرة التقاطع ما كان الحجم اللي نحط غيره. بس الحين في شارعين يلفون يمين، اوكي؟ خذنا شارعين نحن اوكي. وفي حد هذا يروح اوف، شارع واحد يروح سيده بس. معناه هذا الخط يبغاله شو؟ انا اسف لكن نصيبكم. محتاجين شارع زياده يروح سيده على فكره، يعني ما بيقزر الوضع شي. لكن لحظه، اذا هذا شارع ست خطوط وانا قاعد احط شارع صغير، ها معناه اني فقط انا قاعد اجيب العيد. يعني لازم يكون اصلا ست خطوط، لان ثلاثة بثلاثة. شوفوا الحين اوكي، التوزيع الحين قد تكون مناسبة. ليش؟ هذا الشارع الهدف ماله انه يجيب الناس من هالمدينة لهالمدينة بالعكس. يعني عندنا نحن طواري، عندنا عيادة، عندنا خدمات، وعندنا هاي الامور نبى نجيبهم هني. طبعا نحن خلنا نوسع، براويكم الدكاكين بتكون وين؟ هني. حلو، هاي بيوت كملها بيوت.
لان البيوت تكمل بيوت يعني. هذا لو حطيته ازرق الحين ما بيكون فيري جود على فكره، ما بيكون فيري جود. اخ يا العيد كريسمس. انزين كهرباء واصله؟ واصله على حظي. معناه هذا اصلا ما نبغاه. اوكي لا هذا نبغاه، هذا نبغاه. لا لا يجيب العيد. شو اخبار الكهرباء؟ بعد اجين؟ شو اخبار الكهرباء عندي انا كل شوي ناقصه؟ شو اخبار الكهرباء عندي كل شوي ناقصه؟ خلى المجموعي حق المنطقه هاي. خاطري اسكن يوم وما اسوي مشكله مي. Not enough money. Of course not enough money. Of course. كورس تلفوني. اذا نحن بتمدد اي شيء زياده ماي اوكي بيكفي، بس ال هني بسوي فيري عقب يعني. هاي المدينه على الاغلب هاي مال ماي بشلهن بعقهن وين فوق يم بنمتد ان شاء الله. زين لازم احسب حساب ولا حسابات الأماكن المستقبلية. لحظة خلنا هني. مشكلة هذا فيه نويز بلوشن، والنويز نوعا ما مصيبة. فشو بسوي؟ بمده هني، بحط هني تنكي ماي بعيد عن التلوث. زين يزيد مخزون الماي مالي هذا إذا في أي زيادة في الليل ولا غيره العقب يخزنه وين؟ كتانكي فوق. والتانكي فوق ليش أنا تم تنقص عندي الكهرباء؟ زين بعد انا على البوبوليشن هذا المفروض اوكي انا 3000 وشي، بس شو اللي قاعد اسويه يستهلك كهرباء؟ انا خاطر اعرف شو اللي قاعد اسويه ممكن يستهلك كهرباء. Something is not right. لان صعب استهلك كل هالكهرباء هاي. تو ماتش. بيكون عندي عقب السولر هذا، ها كم ينتج؟ هذا يعتمد بعد ما ينتج انتاج ثابت. اوكي شو انواع كهرباء جديدة؟ حطوا لنا شيء ثاني الحين صح؟ جيوثيرمال باور. اذا كان هذا الحال فانا ممكن، لان عندي الامكانية الحين هني اسوي شو؟ ازيد، بس الماي هني بيتراكم. مشكلتي اذا تراكم الماي مشكلة بتكون ضخمة. بس الحين شو بسوي؟ اوكي سوري هذا مش السد. اوكي this one makes sense. This one makes sense. بشوف ال هو وين؟ هذا أعلى مكان إنتاج. لا والله بينتج العشرين ماله، بينتجهن. بينتج العشرين ماله. عيال على أساس بخلي لي وحدة حاليا لأني أقدر إني أخذ تكاليفه. زين لأني أقدر أتكفل فيها الوحدة هاي. زين شوفوا. هاي اقدر اني يعني اقدر على مصاريفها مثل ما تقولون، غيري ما راح اقدر على مصاريفها. فشوي بتسوي لي بوش لفوق. سويت لي بوش لفوق زين، بس الباصات بعد ترى حلوه. لا صبر براويكم. حلو يكون عندك باصات. تعال اوه لحظه خلينا نسوي زوم اوت. الحين نسوي زوم ان، بس ما تشوف فرق بينه وبين الباص عادي ترى. انا احسه نفس الشيء. لازم نسوي الباصات العاديه بعدين نشوف اذا نفس الشيء ولا مو نفس الشيء. لازم نشوف الحين هالمكان بيحتاج خدمات من اول وجديد ترى على فكره. هاي مشكله ثانيه راح نكون فيها. تذكرون المشاكل عندنا هاي كيف وضعها؟ في ناس غير متعلمه بعدها. خلي خلص الكوميونتي سكول جرين انرجي. بنحط الحين هاي حلو، ناس بتستانس شوي. ونبى ملعب. فكرة ما عندي ملاعب كفاية. بسوي ملعب جنب المدرسة. اوكي وبسوي حق الشيبان هاي بكم؟ 1250. قاعد ينزل الانكم مالي، بس اي نيد سمثينج لايك ذس. زين هاي مرة جنب المدرسة. المدرسة جنبها ملعب وحديقة ولا غيره. يمكن مدرسة يبون يسوون اكتيفيتيز، يبون يسوون شيء، يبون يطلعون طلابهم، ونحن مش عاطينهم الاوبشن هذا صح؟ فما يصير.
هني طبعا هذا يوم نفتح اتيمنت، بس الحين ما في فلوس اصلا ادخل في المباني الخاصه وغيره، ما بدخل فيها معور راسي ودنيا فخلهم بعدين هاي. لكن الحين الهدف الاساسي مالي شو كهرباء. وين شو اخبارك كهربتي؟ شو اخبارك انت الكهرباء؟ في الليل ما يصرفون وايد غريبه، معنى تشغلون ليتات في الليل انتو، بس كيف في الليل ما تصرفون كهرباء؟ معقول الصناعيه تسحب منك كهرباء؟ ابى تقارير زياده على الكهرباء، هذا التقرير ما يكفيني والله. ان لكم عليه ليفلز هني عندنا ليفل 3 ناس وصلوا اوريدي. اوكي الكوميرشال قاعد يوصلون لانه ما في وايد كوميرشال وهم قاعد يسوون كل شيء، ف في طلب عليهم كبير. بس نحن الحين اللي لازم فعلا نسويه نغطي الخدمات الخضراء هاي اللي يسمونهم ريسايكلينج. بس هذا ما الحرق ما نبغى، خلاص عندنا هذا. ممكن استغني عن الحرق على فكره في هذا، ولا ممكن اكبر المدينه، ممكن اكبر المدينه من غير ما استعمله. اي دونت نو، هذا هيد كوارتر بعدها بدري عليه شوي، بعدها بدري. اذا السالفه بالطريقه هاي انا بكبر المنطقه وبشوف المنطقه شو تحتاج، خلها تدخل فلوس. يوم المنطقه تدخل فلوس انا شو بسوي؟ بسويها بالطريقه هاي. زين، وابا دكاكين، ابا دكاكين عماير على البحر، فنادق هالسوالف يسوون مرة على البحر. حلو، وابا الناس اللي عندها فلوس تكون هني تحت. زين متكملة، يعني بيكون عندي منطقة عماير وكوميرشال لين هني ويون هني. بس اللي بيون هني شوي بيتلعوزون، اعرف المسافة وهذا، بس اتس اوكي. حلو، بنغطيها اول شيء مطافي الشرطه، سوري لان ما عندي شرطه كفايه. هالمكان بيرفكت، بنحطي لهم شرطه واحطي لهم مطافي او الصحه. الصحه والله شكلهم زينين، شكله ما حد عنده مشاكل. ديث ديسيز زون كاباسيتي زيرو، هذا شو يسوي؟ ميديكال كلينك. اوكي سوري، سبورت هول، هذا 120,000 عاد، وايد على مدينة نصف 120,000 ترى. بعدين بني بفوق 120,000، ما في مشاكل يعني، مش قضية. هذا هني بنحط المطافي، شوفوا يغطي المنطقة كامل، لأن اللي حطيته أي مكان ثاني ما بيغطي تقريبا. خلهم يطلعون من هني، يكون عندهم شارعين. شباب الاستجابة مالنا يكون استجابتهم لازم ممتازة، لازم استجابتها ممتازة. ونحطي مدرسة مدلوعة هني على يم، ولا تريا هاي بدل الثانوية، لان انا اوريدي عندي فوق ال هني 1000 كاباسيتي، اللي يجيب 50 70 70. فيرستي ما حد في عندي جامعي، بس شوفوا هني الابتدائية ولا تأهيلية بالاحرى. خلنا ندرس الحين، بيونا كمية ناس يداد اصلا. التعليم شوي يتحول لمعاناة في اللعب على فكرة، والله انا لاحظت الشيء، التعليم هني معاناة. بس ابا اعلمهم ليش، لانه شوف البيوت محلاها هنا، شوف كيف يبنونهم على وين؟ على حصى. نايس، بلس ون لايك هذا يسمونه، وايد اوكي محلاهم. بس ابا عماير ينبنى هني، شوفوا هذا الحين على وين؟ على اطلاله. هذا الحين شو هذا؟ ام ان اتش كلوثنج. زين عندك اطلاله على البحر محل ثياب، ليش؟ انا لو مكانك هلا عندي اسوي فندق، بس اظني لازم يبالي شيء سياحي، لازم شيء سياحي نسوي له، والشيء السياحي هذا بيوفر له تطور. هذا تصور سوي لنا حديقه، نسوي لنا شيء، نسوي لنا خلنا نفكر في الموضوع. شكله بيستوي ان نحن نبني شيء يجيب سراح ما سمعته صح؟ اوكي، شيء يجيب سياح. لا يونيك ليفل 1 بيلدينج صناعه، انا مش ستيتس اوف ويلث، ستيتس اوف شوبينج. هذا حلو، هذا حلو بيكون. وعندي عمارة ترانسبورت تاور،
The transport tower is a large office building specially meant for public transport companies. Requirement for building the space elevator. Okay. يبغالنا space elevator ما ادري شو. New building. يوبا. خلنا نشوف. وين صار؟ ما عندنا البيلدنج اللي ابغاه. فيري ديبوت از وير فيريز ستاي بتوين ورك شيفتس سند ذا لاينز اوتوماتيكلي اند ماكسيمم اماونت اوف فيهيكلز بير لاين از هاندلد باي ذا بادجت ديبوت از ان اكت از ستوبس اند كانت كونكت تو لاينز. انزين هذا اظني ما نبغى. نحن نبغى هاربر مينا ناس يجون منه. هذا يوم يستوي عندي كذا مدينه مثلا اللي شوفوا الفيريز اذا انا عندي هني وعندي هني ولا عندي النقطة ألف أوصلها للنقطة باء ما أبغاهم ياخذون الشوارع. أوكي بحطي لهم فيري بس الحين فيري بالنسبة لي مش مشروع ناجح بشكل فعلي. الحين المشروع الناجح بالنسبة هذا حلو حق ياهل. لحظة بحطي لهم حق الياهل. أبغى أحط حق الياهل حديقة. ما أبغى أكسر بيوت. بكسر وايد بيوتي. شو المناطق هاي؟ هوم ممكن اي كان افورد كوميرشال شوي اكسر بس مو اقدر اكسر انا هاي شوي اذا كسرت اوكي زين لان ليش؟ لان عندي كوميرشال نوعا ما بينقص طلب الوظائف ممكن يوازن لي هذا ممكن مش اكيد حاليا انا بشوف كيف الميكانيكيه مره ثانيه ماله بس الهدف مالنا نحن الحين نحن نجذب شوية ناس. أنا أشوف الترانسبورت تور هذا بيكون وايد حلو نص المدينة. Very nice. بس وين أباه؟ أباه مكان على البحر. أيوة مكان ممتاز. طبعا هذا الشارع راح نمد منه 6 لينات. أسوي تقاطع هني. على البحر ان شاء الله عاد يركب ان شاء الله عاد يركب او ابغى احطيه ابغى مكان يكون شي قريب البحر بس مشكلة الكوست ماله اني اهدم وايد بيوت الكوست ماله اني اهدم وايد بيوت انا لو كان عندي فتح موجود موجود ان شاء الله فلوسي ما تخلص ان شاء الله ان شاء الله فلوسي ما تخلص ان شاء الله فلوسي ما تخلص يا سدعي الحين زين تعرفون شو بسوي؟ اخبركم ها تعديل دفون شوي دفون تعرفون؟ شو الدفون؟ اوكي اوكي بس خلنا نساوي الارضيه لا هذا نزله مش وقت الليل الحين ترى مش وقته ابدا الليل سلوب ترين كريت سلوب مو بس سلوب اوكي لفتك لك لازم انزين لازم لفتك لك انزين ابى الارض سيدة تكون المفروض هذا يسويها صح لحظة ليش ما يسويها على نفس الليفل اللي انا اطلبه منه لاني اصلا ما اخترت اوكي الحين فهمت له شوي الحين عرفت له عندك نفس مبدأ بلانت كوستر عندك كليك على مكان بس مو كلف ترى على فكرة نحن نحتاج الميزانية اللي عندنا ما بخسرها كلها اساس اصلح ارضية يعني سوي لنا برج على البحر. الحين ادري ان البنفت ماله ولا فوايد البرج تكون على اللي ينبه مش على شو. زين. لكن شو بسوي؟ بيكون مكانه حلو البرج. بي النهار
نشوف كيف وضع البرج هني. انا رديت دفنته ولا شو؟ لا ما رديت دفنته، بس سواه على اقياس منه. لحظة بس، شو المنظر اللي هو تلوث؟ بشيل هاي البعقنة اخر شيء، البعقنة هني اكثر من شي ريزيدنتال بعد ما في. خفوا شوي عليه ريس، خفوا شوي اللعب، خفوا شوي اللعب. صبر، هذا ابا يتساوى مع منو؟ مع هذا يتساوى مع منو؟ مع هذا. حد متساوي مع منو؟ مع هذا. خط هذا متساوي مع منو؟ مع ارض هاي. يعني اذا جبت هذا وسويت الارض فيها زين، مفروض يكون متساوي. اروم ابني منو؟ هدف الحين اروم ابني العمارة. شوي موضوع يستهلك وقت لكن صراحة يسوى، صراحة يسوى. كبرت الفرشة، سرعنا الموضوع. لحظة شو عندي هنا؟ ريزيدنت ريزيدنت ريزيدنت. تعرفون شو؟ أنا آسف لكن أنتو برع. هاي رقم واحد، برع 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 برع. أوكي، لأن لعوزتوني الصراحة. أنا لغيت الزوم، أنا لغيت الزوم بكبرها. أنا ما باكم أصلا هني، ما باكم ما باكم ما باكم ما باكم. حد قالكم ما باكم؟ ترجعون تبنون لي يعني؟ لازم نفهمهم. وضع مش نفس ما هم يبون. انزين سبيس اوريدي اكيوبايد. ايوه يا الله، ما احلاه البرج، ما احلاه البرج. في ناس بتضايق شوي، في ناس بتضايق، بس انا هاي الموبا حوله شو؟ بيوت. ابا كوميرشال حولك زين. ها باركناتك انزين، كيف انا بحط عيل في باركناتك انزين؟ طلع شارع صغيرون من هني زين. تقاطع، انا اسف. تعال وشكل هدم زين. شارع صغير مرة، مش حق بيوت، مش حق شيء. هايل مبنى نفس هذا بيحتاج ملعب اتصور تحته. مش ملعب، لا مش ملعب. شوف هذا يباله ارض، نبغى شيء كرنفال. اه كرنفال مثلا زين. الصوب الثاني يحتاج شيء ثاني. تشوف الحين الزون اللي حوله اوكي، انا ممكن اعقه كمرشل مش مشكله. يبنون هنا بيوت صغيره، بس شوفوا على البحر هنا ما بحط شيء. يمكن احط من هاي، حط لنا شوي نخل. ما اعرف اذا هناك بيطلع الحين مبنى بيشل النخل ولا ما بيشله، بس نوعا ما اعتقد ان المشكله تم. بس بحر لازم يبالي شوي نخل. حصى نعرف انه مش مينا، واحد من اخر الدنيا يتفلسف بجد سكي ماله ما نبغى. بس منطقة حجرية واحدة بسوي، مش كل المناطق حجرية. كم حصى هني؟ اتمنى اني لو كان في كراسي هالسوالف. ممشى حول البحر.
طبعا المشي مش لازم يكون 100% صح، بس انه نمشي وما نمشي في النهاية. ما اعرف هل هو فعليا الحين بيكون موصل بشيء، لكن حلو يكون في عندنا ممشى وبحر، ناس تجي على البحر تتمشى تستانس، وهاي قاعد يشتغلون في فيزيترز. استوى عنا في فيزيترز، انا اظن جوزنا وقت الحلقة لها اليوم، بس بنينا برج المواصلات على البحر. شوفوا مكانه، لا مشروع ناجح يا جماعة، مشروع بس يبالي ايش الحيل من هنا عقم اخر شيء، عقب ايش اللي بعقب مو مشكلة، استوى شيء الصراحة، صراحة شيء مرتب، شيء من الاخر. صبر خلنا نسوي هذا هني، زين ونسوي لنا بيوت. انا اقول الحلقة اوريدي طافت وقتها، بنسوي بعدين الحين مو مشكلة. كروس ترافيك بنعدل المنطقة الصناعية اصلا بعدين. فهذا بالنسبة لحلقة برج المواصلات، بنشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله على خير من سيتيز سكاي لاينز المدن الخضراء. واذا كالعادة عيبتكم الحلقة لا تنسون شير لايك سبسكرايب للحلقة، ساعد نمو الحلقة هاي ان شاء الله عشان تستمروا.